كويس جدا على ما ياخد فرصته وياخد دوره. والشناوي الفترة ديت هو اللي مستمر وبيلعب، يعني لما جت الفرصة لعلي لعب. ممكن تكون القعدة والبعد عن المباريات ديت هي اللي حصلت له الإصابة، يعني ما اعرفش الإصابة طلع آلام في العضلة الخلفية، وبكرة في فحص طبي عشان يتحدد مدى إصابته. ومصطفى جون كويس وواعد والمستقبل ليه إن شاء الله. يعني بتشوف إنه المركز ده محتاج أي تدعيمات ضمن تدعيمات الموسم الجديد؟ لا لا لا، هو في 3 حراس كويسين، الشناوي وعلي لطفي، وجي وقت طبيعي اي لعيب، اي رياضي مش لعيب كوره، يعني اي رياضي بيوصل للتوب فورم بتاعه لازم، يعني علميا لازم الكيرف بتاعه ينزل. فالوقت اللي الشناوي الكيرف بتاعه نزل لازم يبقى في حارس، ولازم الاهلي يجيب حارس مرمى. هي الكوره مش كده، يعني انت ما ينفعش واحد يكون مديك بقاله 2 3 سنين كويس ويجي عشان هو الوقت بتاع هبوط الفورمه بتاعته دلوقتي يبقى لازم اجيب حد. لا، ايوه الشناوي موجود، وعلي لطفي جون كويس جدا، ومصطفى شوبير جون كويس جدا، لو خد وما خد في الرابطه ظهر بمستوى كويس جدا. فلا، الاهلي ما فيش قلق في المركز ده بالذات. يعني مفهوم. انا اللي انا شايفه اللي الاهلي ممكن يدعم في حته المساك ايوه، دي، ممكن ايه عشان المواصفات اللي الاهلي محتاجها بما انه عنده مساكين كتير؟ يعني، لا هو يعني انا شايف هو يعني متولي عشان برضو الاصابه، اصاباته ايمن اشرف انا شايف ما عدم بياخدش. تجديده، عدم تجديده هو ورامي ربيعه برضو، دي ممكن حاجات رسائل موجهه مش عارف، حد ممكن من الاثنين ممكن هو اللي يكمل وواحد يطلع. رامي، لو حد هيكمل فرامي. فهو وعبد المنعم وياسر، لا يعني في مكان ونادي الاهلي وبيشارك في كام بطوله، لا اقل حاجه يبقى فيه من 6 ل 7 سردباكات، ويكونوا 6 7 سردباكات يلعبوا، يعني عشان انت بتشارك في كام بطوله، مفهوم، ومركز زي ده وارد حساس. ممكن اصابه في 2 تلاقي نفسك ما بتش لاقي الا 2 سردباكين صح، بيلعبوا. يعني والاهلي عانى من ده قبل كده كتير، طبعا اصابات ايام كتير في بدر المركز ده. بانون ايوه وكان ياسر مظبوط. ورامي، فممكن يجيب، انا متخيل الاهلي ممكن يجيب مساك او 2 كمان، مساك او بس 2 كمان. 2. هل ممكن الاهلي يلجأ للاجانب في المركز ده ولا يوفرهم لمراكز متقدمة؟ لا 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 لا، هو هنا في مصر انا شايف كذا اسم ممكن يروحوا الاهلي زي مين؟ كويس، يعني في فيوتشر مرعي، مرعي. مرعي مساك كويس، في المقاولين عمر، مساك عمر فايد عمر فايد لاعب شاب. كويس وصغير، ايه وفاركو رأيك في كالوشا؟ كالوشا ام بي، بسألك هنا كمهاجم وكمتابع ايه رأيك في مستواه بشكل عام؟ هو مساك كويس، بس يعني يروح يقعد شوية في الأهلي على ما يلعب، مفهوم، مش لكن اللي يروح يلعب لا، دلوقتي. لكن مرعي يروح يلعب. في حد تاني في فاركو فاركو، عبد الله بكري عبد الله موجود. عبد الله عبد الله بكري ده كان عبد الله هدف من اهداف الاهلي من زمان سنين. عبد الله من ايام ما كان في سموحه. بالظبط. عبد الله يروح ويلعب، من المساكين الكويسين جدا واللي انا بحبهم، يعني لعيب كوره ولعيب كويس، يعني وبرضه التحامات قويه وكرات عاليه صح لعيب مظبوط. كويس، يعني من اللعيبه اللي هي بتبدا كوره، والنادي الاهلي من النوعيه اللي بتحب المساك اللي يبدا كوره، يعني اللي مظبوط. مميز عبد المنعم قوي، وكان مميز رامي، ودلوقتي ياسر بقى يعملها الحته اللي هو بيبدا من تحت وكده. يعني بمتابعتك للوداد، ايه اللي لازم الاهلي يكون حريص وهو داخل على المواجهتين دول؟ انا الوداد لما انا كنت معاك هنا في الماتش الاولاني في المغرب، انا اتصدمت في اداء الوداد. لما انا اتفرجت على الماتش التاني، لا اتفاجئت بقى باداء الوداد فعلا، عملوا مباراة عملوا كبيرة. جيم نموذج، صح. نموذج للتحولات، نموذج للكونتر اتاك، كل حاجه، يعني كل الفرقه تحت الكوره، وهم بيقطعوا الكوره بيطلعوا بيها في اقل من 30 40 ثانيه ينهوا الكوره على الجون، يعني تقسيم اونجم المباراة ان هم اونجم، ازاي يبدأوها دفاع، ولما يحتاجوا ويضطروا يهاجموا يعرفوا يهاجموا وعنده ويضغطوا. الطرفين، عنده صح. الطرفين اونجم والطرف الشمال سرعة جدا، المترجي. وكمان الميزه اللي هو بيطلع بالكوره، بيطلع بالكوره سليمه، يعني اي ما بيقطع حتى في اي مكان في نص ملعبه، بيقدر يطلع بالكوره سليمه. فهو الاهلي لازم يخلص المباراه هنا، يعني من هنا. لازم عشان الجمهور هناك برضو بيساعدهم، ومش عاوزين نفتكر بقى اللي حصل السنه اللي فاتت برضو. السنه اللي فاتت طبعا المختلف ان هي كانت مباراه واحده، لكن المره دي انت عندك الميزه الذهاب، بس الاخرى. إن الاياب هيبقى هناك.
مظبوط، فانا لازم الاهلي ان شاء الله يخلص المباراه هناك. يخلص من